امتحان على أساس الاختبار لمساعدي التمريض وأحسن الرعاية وكذا مساعدي أسنان. شهدة ولاية الأغواط عدد حصيلة عدد المسجلين الذي يخص كل الولاية كان عددهم حوالي 8396، إذ بعد دراسة الملفات تم قبول 6887 مسجل، وهذه الملفات هي التي استوفت كامل شروطها على حسب الشروط التي فرضتها أو وضعتها المديرية التكوين على مستوى الوزارة، وهذه الشروط تخص جميع التخصصات. وكانت فيها فترة مخصصة للتسجيلات، وبعدها تلتها فترة مخصصة لدراسة الملفات، ثم دراسة مخصصة للطعون، وفي الأخير وضع القائمة النهائية للمترشحين المسجلين بالنسبة لولاية الأغواط. والآن ابتداء من 8 مارس يستطيع المترشحين السحب استدعائهم. إذن فبالمناسبة ماذا بيا ننور الرأي العام فيما يخص المراكز التي تم اختيارها لإجراء الامتحانات. هي عددها يبلغ 17 مركز بين ثانويات ومتوسطات وكذا معاهد التكوين المهني. فبالمناسبة أختنم لكي أشكر رئاسة الجامعة والمدراء التابعين لها، وكذا أشكر شكر جزيل بالنسبة للمدير التكوين المدير الولائي للتكوين المهني والمدراء التابعين له، وكذا مدير التربية لولاية الأغواط والمدراء التابعين له، حيث مكنوني ومكنوا المدرسة من جميع التسهيلات ومن جميع الأقسام من جميع المدرجات، وذلك بغية تسهيل عمليات إجراء الامتحانات، وخاصة في ظل هذه الفترة وباء كورونا. احنا فضلنا أنه يكون نحافظوا على البروتوكول الصحي، لهذا قسمنا عدد المترشحين على 17 مركز للتكوين. وإن شاء الله يوم السبت 13 مارس سوف يكون الموعد لإجراء الامتحان الكتابي، فيه مادتين، مادة في التخصص ومادة في اللغات، كل واحد يختار على حسب تخصصه. كما أغتنم الفرصة أيضا لكي أدعو جميع المترشحين على ضرورة إحضار معهم الاستدعاء، وكذا مرفوقا بالبطاقة التعريف الوطني، أي مترشح لابد عليه من إحضار، أؤكد وأركز على إحضار الاستدعاء مصحوبا بالبطاقة التعريف الوطنية، وكذلك حمل ارتداء الكمامة الذي يعد إجباريا، وذلك حفاظا على سلامة صحتهم وسلامة زملائهم والجميع. هكذا ونتمنى إن شاء الله النجاح للجميع، ونشكر كل من ساعدنا. وكذلك بالمناسبة أشكر سيد مدير الصحة على تعاونه وتواطؤه لإنجاح هذه بالصحة سيد عبد المجيد طيغة، من أجل إنجاح عملية التحضير لمسابقة التكوين الشبه الطبي والتوفيق. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل جرس